3, 2, 1, 0. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات. النهارده بنعمة ربنا احنا بنحتفل بافتتاح الملعب الملحق بالاراضي اللي حوالين الدير القبطي بتاعنا في هولندا. والملعب ده احنا لما جينا لقيناه موجود بس كان مهجور وغير صالح يعني للاستعمال، فبنعمة ربنا قدرنا ان احنا نجدده، نوضب الارض ونزرعها من جديد ونجدد الاجوان ويعدل الاستعمال. والنهارده بنحتفل اول يوم ان احنا بنفتتحه ونستعمله. والحقيقه هو الرياضه الجسديه مهمه، والكتاب قال عليها انها نافعه لقليل، بس هي نافعه مهمه برضو، بتستنفذ طاقه الشباب في حاجه ايجابيه بناءه. فبيجمعوا ما بين الرياضه الروحيه لما بيجوا ياخدوا خلوات هنا في الدير، وما بين انهم برضو بيمارسوا بعض الرياضه الجسديه. واحتفال كبير وناس حاضرينه من كافة الكنائس القبطية في هولندا، وبعض الأباء الكهنة الموقرين حضروا معانا هذا الافتتاح. ونتمنى إن شاء الله أن المكان هنا يبقى معد للخدمة لشبابنا ولأولادنا، أنهم ينجذبوا لي بدافع ممارسة أنشطتهم، سواء الاستفادة الروحية والخلوات والتسبحة والألحان والقداسات والاجتماعات الروحية، وبنفس الوقت الرياضة الجسدية برضو تديهم استغلال لطاقتهم ولحياتهم الروحية. إن شاء الله يبقى بركة وخير وسبب بناء وحب وانجذاب للأولاد لمحبة ربنا. متشكرين خالص خالص خالص. النهاردة احنا جايين بنحتفل مع سيدنا لمب أرساني وأفراد شعب إبروشية هولندا بافتتاح ملعب لكرة القدم في دير السيد العذراء والأمير تودروس بهولندا، ومجموعة كبيرة من شعب الكنائس كلها موجودين معنا النهاردة، وكلنا فرحانين بهذا الحدث الجميل، إن هو يبقى فرصة حلوة لأولاد وأفراد الشعب بتاعت الإبروشية كلهم إنهم ييجوا يعملوا أيام رياضية وأيام روحية في هذا المكان. الحقيقة بنشكر ربنا على النعمة الكبيرة دي، ونشكر سيدنا على اهتمامه بتجهيز الملعب ده عشان ولادنا وبناتنا الشباب في كل الإبروشية وكل أفراد الشعب. نشكر ربنا. احنا النهاردة جايين بنبارك لسيدنا ونشارك في المناسبة الجميلة اللي احنا فيها، افتتاح ملعب لكرة قدم. الحقيقة الأرض هنا أول ما سيدنا استلم الدير كانت مش مجهزة خالص لحاجة زي كده، وهو سيدنا مع مجموعة كبيرة من الشباب بذلوا مجهود كبير انهم يعدوا الملعب في الصورة الجميلة اللي هو عليها دلوقتي. وحاجة
مفيدة وجميلة خالص للإبرشية كلها، لكل الكنائس، أن يكون في مكان زي كده حلو لأولادنا، لأولاد الجيل الثاني بالذات، أن هم يجوا في أوقات فراغ يقضوا تسلية حلوة في مكان جوه جو روحي بطريقة مسيحية حلوة. وكمان بنشكر سيدنا جدا على اهتمامه بالحاجات دي. يعني موضوع زي ملعب كرة قدم دوت في العادي يهتم بيه خادم شباب، يهتم بيه حد من الشباب نفسهم اللي هاويين لعب الكرة، لكن يفاجئنا سيدنا ان هو بنفسه بيهتم بحاجة زي كده لتعضيد الخدمة، وانه يخلق جو الولاد يحبوا ان هو يكونوا موجودين فيه. الف مبروك يا سيدنا، تعيش وتعمر، ودايما من نجاح لنجاح. ربنا يبارك في خدمة نيافتك ويطول في عمرك لنا. النهارده افتتحنا الملعب في دير هولندا، وعاوزين اولا نشكر سيدنا طبعا على تعبه معانا، هو اللي عمل لنا الملعب ده هنا في هولندا للشباب والولاد والكبار ولينا كلنا، عشان نتجمع ونفرح مع بعض ونتجمع بمحبة مع بعض. ان شاء الله الملعب ده هيخدم شعب هولندا كله، عشان نعمل ماتشات مع بعض مع كل الشباب وكل كبار الكنائس، وإن شاء الله يبقى ملعب لمحبة وفرحة لشعب هولندا كله. شكرا. طبعا أنا اسمي سمير بخيت، بخدم هنا في دير، وطبعا هو جه بركة كبيرة قوي لنا وجنبينا هنا في إنشخدي، وكنا محرمين كتير قوي من الكنيسة، ودلوقتي بقى عندنا دير كبير ببركة سيدنا الأنبا أرساني وابونا مكسوموس والاباء الكهنه والشعب الجميل الحلو اللي جاي بيشجعنا وبيبني بيته وبيت ربنا. طبعا دي بركه كبيره برعايه الانبا ارساني، نشكره ونشكره طبعا على محبته لينا ورعايته. احنا بنبارك لسيدنا طبعا والاباء الكهنه في ابرشيه هولندا القبطيه، ولكل شعب الابرشيه وخصوصا الشباب على افتتاح الملعب الجميل اللي سيدنا الحقيقه من اول ما استلمنا الدير وهو بيجهز فيه عشان يبقى منفذ حلو لاولادنا لما يجوا يقضوا خلوات في الدير، يبقى برده عندهم مكان يلعبوا فيه. فاحنا سعداء جدا بالحشد الكبير النهارده سيدنا والاباء الكهنه وكل الشعب، فالف الف مبروك والى مزيد من التقدم والازهار في الابرشيه. شكرا.